تراجع كبير للاقتصاد السويدي وزيادة معدل البطالة خلال شهر حزيران يونيو الماضي. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدر مكتب الإحصاء الوطني السويدي SCB النشرة الشهرية حول وضع الاقتصاد السويدي ومعدلات البطالة لشهر يونيو الماضي، وبحسب هاي الإحصاءات تراجع الدخل الوطني بالسويد بمعدل 1.5% خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة مع النصف الأول من العام السابق 2022، وبمعدل 1.4% مقارنة مع شهر مايو الماضي. وأيضا كان ناتج الدخل القومي الإجمالي أقل بنسبة 3.6% مقارنة مع شهر حزيران يونيو من عام 2022. أما معدلات البطالة فزادت من 7.2% خلال شهر أيار مايو إلى 7.9% خلال شهر حزيران يونيو الماضي. وأيضا بحسب خبراء اقتصاديين أحد أبرز أسباب هذا التراجع الاقتصادي هو تراجع صادرات السويد للخارج، بالإضافة إلى زيادة معدل الفائدة.